التاسعة صباحا في القاهرة، موجز الأخبار، أهلا بكم. يستقبل اليوم بالقاهرة وزير الخارجية سامح شكري مبعوث الأمم لليمن إسماعيل ولد الشيخ، حيث يبحثان خلال هذا اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد. في جهة أخرى، يبحث اليوم شكري مع مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لجنة مكافحة الإرهاب الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف. نظم عدد من المثقفين العرب وقفة احتجاجية أمام النادي الإعلامية في بانجتون بلندن ردا على ما قام به قناة الجزيرة القطرية من استخدام عدد من الإعلاميين لإصدار بيان لمساندة قطر وقف المقاطعة العربية لها. دعا المتظاهرون في بيان جميع العراقيين والسوريين والليبيين المتواجدين في لندن وكل من يقف ضد الإرهاب للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية. نهاية موجز التاسعة، شكرا لكم وإلى ملتقى.